أعزائي متابعي أورينت في كل مكان، أهلا وسهلا فيكم. طبعا من أكثر من شهر ونص سلطات تركية فرضت حظر تجول على المسنين البالغ عمره من 60 سنة فما فوق، واليوم سمحت لهم بأربعة ساعات ينزلوا فيها للشارع ويتجولوا. بهاي الحديقة اجتمع عدد جيد من المسنين، رح ندخل وندردش معهم ونشوف كيف قضوا هذا الحظر وشو رأيهم بهالأربع ساعات. خليكن معنا. والله يا أبدا يمك يابتك çocuklarımıza baktık. خلال حظر التجوال نقضي اليوم في إعداد الطعام ورعاية الأطفال. أقوم بأعمال التنظيف وأتجول في البيت بين غرفة وأخرى. أعتقد أنني أديت واجبي تجاه منزلي في فترة الشهرين الماضيين. لم أستطع الانتظار لكي أستطيع الخروج اليوم. توعدنا أنا وجارتي وخرجنا نتجول في الحي. من هم استخدم شارية بتراتين ده لقيت جنبشن تكرار جري. Biz 2 aydır 3 aydır bu şekildeyiz. مضى لنا شهرين إلى ثلاثة على هذه الحالة. ننصت لما تمليه علينا حكومتنا وأطباؤنا ونحن سعيدون بذلك. إن قالوا لنا ابقوا فسنبقى في منازلنا، وإن قال اخرجوا فسنخرج. نعلم بأنهم يريدون ما يصب في مصلحتنا. ندعو لهم ولسوريا والعراق بدوام الصحة. الله سالك برسن بو يكرزه. شكي شايدر بلا يبدأك اشتا صغلدر عطي قال 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 صغل. مللنا من البقاء في المنزل، لا يطلبون منا سوى البقاء، نحن مجبرون على ذلك. نشكرهم الآن للسماح لنا بالخروج مدة أربع ساعات لأجل استنشاق الهواء العليل. إيه يعني إيش أرترف إيه. قبل حظر كنا كل نهار يجي الصبح لهوني نص ساعه ساعه يجيب الحنطه ورشن الحنطه واصبر اسفر رجع عليهم يضري يرجع يحطوا يرجع ينزلوا. هاي وقت الحظر صار لي هلا اول مره بجي هلا. حكي كثير انه الرجال ما يقدر يقعد عمرته بالبيت انه بصير مشاكل. ايه تقدر مع بعض يقدر يرجع بالصبح لهو. ايوه صار لي وان شاء الله بزول عنا هالوباء هذا بجاه رسول الله يكون برجع كل العالم مع حاله وشغله وعمله ومصلحته. الله يوفقكم يا رسول الله يحميكم يا رب. أتيت من مدينة العثمانية لأقضي بضعة أيام عند أولادي الذين يعملون هنا قبل أن يفرض حظر السفر منذ شهر ونصف، ولم أستطع العودة. أقضي يومي بقراءة القرآن الكريم والتسلية مع أحفادي، فأولادي لا يسمحون لي بالخروج، إنهم يخافون على صحتي. وسعيدة جدا بهذه الساعات القليلة التي سمح لنا الخروج بها.